يا استاذ خالد، برضو انا مش باخد صف حد ولا بدافع على وزاره التربيه والتعليم، والوزاره لها مسؤوليها اللي بيطلعوا يتكلموا ويشرحوا. اكيد انا بس بتكلم انه حركه كده كاوبزرفر، حد قاعد شايف من بره بتشاهد الصوره عامله ازاي. كم المدرسين اللي عندنا قد ايه؟ كم المدارس اللي عندنا قد ايه؟ كميه المناهج اللي محتاجه تطوير قد ايه؟ اللي بيقوموا على كم التغيير اللي محتاجين نعمله في منظومه التربيه والتعليم اللي هو تراكمات عشرات السنوات قد ايه؟ كبير. فعمري ما هبدا منظومه اقول فيها انا هدرب المدرسين ويبقى التدريب عندي اكتف بنسبه 100%. هبدا في مناطق ومناطق تانية وهعمل دورات تدريبيه متتابعه ورا بعضها، محتاجه شغل كتير. لا، وفي نقطه كمان يا استاذه منى مهمه جدا، لابد من اقتناع المجتمع. يعني السيد الرئيس وهو بيفتتح المدارس الابنيه قال كلمه جميله قوي عجبتني، من غير مساعده المواطن مفيش تجربه بتنجح. لابد من المجتمع نفسه يقتنع بفكره التطوير وما يقفش محلك سر. يا فندم انا عندي اولياء امور النهارده بيتخانقوا بيقولوا عايزين الكتب الخارجيه. لا، ما هو انا عجبني جدا كلام الاستاذ مصطفى، حتى انا هعقب عليه بعد ما الاستاذ خالد يخلص، انه من مصلحته لانه بيكلفه زياده. لا كمان. يعني عجبني كلام جدا، قال لك احنا مع التطوير، يا ريت كلنا كاولياء امور نؤمن بفكره التطوير ونقتنع بهذه الفكره. وكمان احنا كخبراء وكأساس التربية بنقدم مقترحات لعلاج مشكلة الكتب المدرسية الموجودة. طيب. يعني إيه اللي خلى الكتاب الخارجي يروج ويباع ويحصل فيه جذب؟ احنا عندنا مشكلة تبدأ من مركز المناهج المصرية التابع وزارة التربية والتعليم. مركز المناهج المصرية بيستدعي من هم يقومون بتأليف الكتب. طول عمرها الوزارة بتعمل إيه؟ بتقدم مسابقة لتأليف الكتب. وتقدم دور النشر بتقدم للمسابقه دي انها تاخد تاليف كتاب الفلسفه، تاخد كتاب تاليف كتاب العلوم. ويتقدم اكتر من 10 او 20 دور نشر لتاليف الكتب المدرسيه. طيب فين المعايير؟ اتفضل. طب فين المعايير يا فندم اللي هي يقام في ضوئها تاليف الكتب، فياتوا بمجموعه خبراء يؤلفون الكتب معظمهم متخصصين اكاديميا. متخصص اكاديمي يعني يقدر يكتب لحضرتك وانت تقري وتفهمي منه كويس، يكتب للاستاذ خالد والاستاذ خالد يكتب ويقرا منه كويس. لكن هل الذي يؤلف هذه الماده التعليميه ينزل ويكتب للطالب بتاع المرحله العمريه بدايه من 4 سنين في الكيجي لغايه 3 ثانوي؟ انا لما اجي اكتب كتاب انشره في السوق تختلف كتابته تماما عن الكتاب اللي هنزله يدرسه طالب المدرسه، لان في الكتاب ده لازم اراعي سهوله المحتوى، شكل الكتاب، اسلوب الكتابه، الفروق الفرديه بين الطلاب، النماذج، الانشطه اللي بحطها في الكتاب هل تتناسب مع المرحله العمريه ولا لا؟ دي حاجه. طيب الكتاب اللي بيفوز او يكسب في المسابقه، ده النظام اللي كان متبع طول عمره في الوزاره. كل هؤلاء دور الكتب، حتى كنت بتكلم مع استاذ خالد قبل ما ندخل الاستوديو، قلت له تخيل الكتاب يؤخذ مش عشان جوده المحتوى ولا جوده التاليف، يؤخذ عشان الساده اصحاب دور النشر يقدموا عطاء للوزاره ان احنا هنطبع هذا احنا في الفنا هذا الكتاب بتكلفه اقل مثلا بشلن، بنص جنيه، بربع جنيه، ظرف مقفول. وفي ناس يقول لك لا شيء، هو مصلحة دار النشر. لا ثواني، لما ده يحصل الفايدة هنا ايه؟ الفايدة للطرفين ايه؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، الناشر كده هيضمن انه اخذ البيع، ان ياخد طباعة الكتاب. طبعا. الناشر ياخد طباعة الكتاب، فتخيل ان هو يطبع 2 مليون كتاب طبعا في 5 جنيه في 10 جنيه مثلا، حتى لو نزل سعره عن الدور الثانية. ما هو انا بقى هو بياخدش حق التأليف وبيدي المؤلفين الأجر من جيبه. في تأليف الكتاب هو ما بياخدش اجر، ولكن لما العطا بيرسى عليه بالبلدي كده بياخد حق طباعه الكتاب. فمطبعته او دور النشر بتاعته بتطبع هذا الكتاب بملايين ومليارات الجنيهات وتدفعها الوزاره. ليه الوزاره ما تسندش امره مباشر على خبراء متخصصين تربويين؟ وانا بقول تربويين في تاليف الكتب، لان لا يستطيع تاليف كتاب مدرسي الا استاذ تربوي. دي واضحة. ومش أستاذ تربوي معناه أنه أستاذ في التربية، ليه ما يبقاش مدرس في التربية والتعليم؟ ليه مركز المناهج المصرية ما بياخدش رأي أولياء الأمور الذين هم يقومون بمشاركة المدرسة في تعليم أبنائهم؟ لا يا فندم، هقول أولياء الأمور اشتركوا معانا في تأليف الكتب. لا، إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ مش هيشتركوا يألفوا. أنا بقول أخذ رأيهم. تمام. مش يشاركون في التأليف. إيه رأيكم؟ أنتوا إيه الصعوبات اللي واجهتكم في هذا الكتاب؟ طيب. أنا أحد مؤلفي المناهج المصرية
وعملت كده بالفعل، شاركت مدرسين تربية وتعليم، وبحط استمارة التقييم للكتاب يقيم كل سنة من قبل المعلمين وأولياء الأمور. طيب في